كما وعدت السلطات تكشف سبب التسمم الجماعي في الرياض والمتهم المايونيز، وتصوير الجنازات يشعل أزمة بين وزارة الأوقاف ونقابة الصحفيين في مصر. وماذا وراء هوس الرئيس الفرنسي بإمبابي؟ أهلا بكم. من ساعات تم الكشف عن آخر التطورات اللي جالسة بتصير بخصوص حادثة تسمم الرياض الجماعي اللي صارت في مطعم همبرجيني في 25 إبريل، واللي نتج عنها عشرات حالات التسمم وكان بينها حالة وفاة. حادثة التسمم هذه كانت قلبت الدنيا في الواقع وفي المنصات، والجهات الرسمية في السعودية كانت باشرت في تحقيقاتها وإجراءاتها من بعد الحادثة فورا للكشف عن السبب. وكانت أمانة الرياض وقتها كمان طلعت بيان أعلنت فيه عن إغلاق كل فروع المنشأة في الرياض وإيقاف خدمات توصيلها والبدء بالتحقيقات. ومن ساعات كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن السبب في حالات التسمم هو المايونيز. فقال البيان إنه تم اكتشاف بكتيريا في المايونيز اللي بتستخدمه همبرجيني في منتجاته، وهو من ماركة بونتوم، وهذه البكتيريا هي السبب في التسمم. وقالت الوزارة إنه تم إيقاف توزيع المايونيز هذا وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في كل مدن السعودية، وسحب الكميات اللي باقية في المصنع وإيقاف المصنع كمان، ورح يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. أما العملاء اللي بياخدوا مايونيز من المصنع المذكور فطلبت الوزارة منهم إنهم يتلفوا كل الكميات اللي عندهم مهما كانت تواريخ الصلاحية. ومن بعد البيان اللي تكلمت عنه بدأت شركات ومطاعم تأكد إنها ما بتتعامل مع المصنع المذكور، وأولها سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية اللي طلعت بيان قالت إنه ما تم رصد أي حالة تسمم في مطاعمها، وإنها ما بتستخدم في منتجاتها المايونيز من ماركة بونتوم، وإنها بتطبق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة. نتائج التحقيقات جددت الكلام عن خطورة المايونيز، وهذا كلام مو جديد، يعني من زمان بنسمع من المختصين إنه المايونيز من أخطر الأطعمة، والسؤال هو ليش؟ هل هو طريقة التخزين، طريقة التصنيع، إنه يعني إيش اللي صار بالضبط يعني؟ طيب ينضم إلينا الأستاذ الدكتور أشرف الدادة، مدير علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا فيك معنا دكتور. إحنا كنا تكلمنا قبل كده وقت لما صارت حادثة التسمم، وكانت وقتها لسه ما في المعلومات النهائية. الآن عندنا المعلومات النهائية إنه هو المايونيز، فإذا تشرح لنا يعني كيف موضوع البكتيريا هذا اللي قلتوا عنه نادر جدا والمايونيز. أسعد الله مساكم كل خير أستاذة سارة والسادة المشاهدين الكرام. هو كما ذكرنا في لقاء السابق أستاذة سارة، وكما توقعنا أن هذه الحادثة حادثة محدودة وبقيت ونادرة، وبقيت أيضا نادرة، وذكرنا محدودة بسبب الإجراءات الصارمة والمنظومة الصحية القوية في المملكة العربية السعودية التي نعرفها حقيقة، وسبب كل هذه الإجراءات توقعنا ما حصل، وفعلا الآن أتت النتيجة. ليس من السهل أن تكشف مصدر هذا التسمم، حيث الآن حسب البيانات الرسمية اكتشف المصدر الذي يعني ايه، وانتم قلتوا من السابق انه هو بكتيريا نادره. نعم، هي بكتيريا او تسمم يحصل بطريقه نادره. البكتيريا هي موجوده ولكن تكون بطريقه خامله وليس نشطه، وتنشط في تحت ظروف معينه، ومنها عدم وجود الهواء، حيث انها بكتيريا لا هوائيه، إذا دخل الأكسجين عليها فإنها لا تنشط وربما أيضا تموت ولا تستطيع إفراز السموم، وفي جو معين منها يعني غياب الأكسجين والهواء تستطيع أن تنشط هذه البكتيريا خصوصا في المعلبات كما ذكرنا، وتفرز السموم
حقيقة التي تعتبر من أشد أنواع السموم البيولوجية الموجودة. صح. أيوه، أنت المرة الماضية ذكرت، قلت أنك أنت ما تعتقد أنه هو اللحم المشكلة وقد يكون من شيء آخر، وبالفعل طلع المايونيز. بس الآن لما حضرتك بتقول أنه هذه البكتيريا بتنشط في عوامل معينة، فهل هذا معناه أنه يعني البكتيريا جاية من المصنع، يعني كان في مشكلة في المصنع، أو أنه لاحقا سوء تخزين؟ إيش ممكن يكون صار يعني؟ هو ممكن تكون عدة أسباب، لكن هنا يوجد عندنا معايير قوية جدا في الجودة وسلامة الأغذية هنا في المملكة العربية السعودية، والدليل على ذلك أن يعني يوجد عشرات الآلاف في المطاعم هنا في المملكة، وهذه نادرة جدا، وأيضا الزوار بالملايين يأتون هنا ويتمتعون على نوعة جيدة جدا وصحية جدا، ولا تحصل مثل هذه الأشياء. فربما ما حصل أنه حسب يعني معطيات، يجب أن يكون خطأ ربما لا نعرف هل هو في التصنيع، ممكن أن يحدث طريقة تصنيع الغذاء، أو في هذه الحالة المايونيز، لأن هذه البكتيريا ربما تعيش تحت ظروف أيضا، إذا على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة وصلت إلى الماء لساعة أو ساعتين، ربما لا تموت هذه البكتيريا، ليس كبعض البكتيريا الأخرى التي ربما تموت فورا إذا وصلت درجة الحرارة الغليان على سبيل 100 أو 200. هذه تعيش للأسف، ولهذا تتطلب طريقة التصنيع طريقة أخرى، درجات على حرارة عالية جدا، أعلى من ماء أوكي. لكي أي طريقة التصنيع ربما تكون السبب، وأيضا السبب الآخر ربما طريقة التخزين أيضا، أنه خزنت أوكي. في أماكن ليس مناسبة، أدت إلى تكاثر البكتيريا ومن ثم إفراز السموم. طيب ليش في هذه السمعة السيئة جدا عن المايونيز بشكل عام، أنه يعني قد ما تقدروا لا أتجنبوا المايونيز بشكل عام، معرض أنه يكون في شيء يعني أو يسبب تسمم، حتى لو أنه تسمم يعني مو بالبكتيريا هذه النادرة يعني؟ هو السبب أنه ربما طريقة التحضير أو مكونات المايونيز يحتوي على ما تعرفين على البيض كأحد المكونات الأساسية، وأيضا الجو الرطب، يعتبر يعني منتج رطب وليس ناشف المايونيز، فهذه كل العوامل تؤدي ربما إلى تكاثر البكتيريا في المايونيز بطريقة أكثر من تكاثرها في المنتجات الغذائية الأخرى. هذه الأسباب التي تجعلنا يعني ربما نأخذ الحذر بطريقة أكثر من أكل المايونيز، وهذا يتطبق على الأكلات الأخرى أيضا التي تقدم بطريقة بدون غليان أو طبخ بدرجات حرارة عالية. أي ليس المايونيز، ولكن أيضا الأغذية الأخرى التي تحتوي على أغذية ربما تعيش فيها البكتيريا وتتكاثر بطريقة مناسبة أكثر من الأغذية الأخرى. لأنه نحن تعرف دكتور، وقت لما صارت القصة صار فيه هلع من موضوع الهامبرجرز ومحلات الهامبرجرز بشكل عام، الآن صار فيه حالة هلع من المايونيز، وما حد بده يقرب على المايونيز ولا بده أنه يعني يشتري أصلا يعني. نعم، هذا أعتقد ربما كما ذكرت هنا يوجد منظومة صحية قوية جدا في المملكة العربية السعودية، يعتبر من أفضل الدول، إذا لم تكن رقم واحد في موضوع سلامة. ويمكن شفنا في هذه الحالة قصة التتبع، يعني كيف تتبعوا الموضوع، يعني فعليا زي الجريمة يعني تتبعوا خطواتها إلين وصلوا يعني. كلام سليم بالمنع على التقصي والرقابة، يعني تعتبر حقيقة مثال المملكة كيف تصل هذه النتيجة. ليس سهلا أن تصل وتحدد، تعرفين يعني الهامبورغر يوجد فيه مكونات كثيرة وليس المايونيز، أن تصل بهذه السرعة. فيجب أن نشكر فعلا الجهات المختصة، منها وزارة البلديات وكذلك هيئة الغذاء والدواء السعودية التي تتمتع أيضا بسمعة عالية، التي وصلت لهذه النتيجة وبكل شفافية أيضا. وبكل شفافية هي الكل تحدث، مو بس كمان أيوه عن النتائج وأن السرعة وما إلى ذلك، هي كان يعني نقطة أساسية ركز عليها كثير من الناس، نقطة الشفافية. يعني كثير ناس قدروا موضوع الشفافية، وأنه كانوا يعني السلطات ماشيين خطوة بخطوة مع الناس وبيشرحوا لهم التفاصيل. ومع ذلك برضو واتساب شائعاته ما وقفت، ولكن يعني الواحد يعمل اللي عليه وخلاص، ايش حيسوي. نشكرك على هذه المداخله، كان معنا الاستاذ الدكتور اشرف الداده، مدير علم الامراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي، شكرا لك.
ملف العصابة المتهمة باغتصاب الأطفال والقُصر لا زالت العنوان الأبرز في لبنان، وكل يوم جلسة تتكشف تفاصيل جديدة عن القضية اللي إحنا متابعينها من الأول. الجديد أسماء جديدة انضمت للموقوفين من هذه العصابة وقرارات حكومية تكلمت عن تطبيق تيك توك، لكن خلينا بس نذكركم باللي صار، يعني أنه تفاصيل اللي مو متابع الموضوع. قوى الأمن الداخلي اللبناني أعلنت عن توقيف أشخاص مشتبه ضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسية على قُصر، ولحد الآن ارتفع عدد الموقوفين ل 11 شخص من جنسيات مختلفة بينهم تيك توكرز وأطباء، وقيل إنه في محامي متورط كمان، وفي كمان 6 أشخاص مدعى عليهم غيابيا بينهم بول المعوشي والملقب بجي وبيتر نفاع والملقب بستيف وشخص تركي، بالإضافة لثلاثة لساتهم مجهولين الهوية. المهم مثل ما قلت لكم في البداية أنه في تفاصيل جديدة، كشفت اسم بنت متورطة في هذه العصابة وهي غدير غنوي أو المعروفة على تيك توك باسم جيجي غنوي، واللي بتقول عن نفسها أنها ناشطة وموديل. التيك توكر تم إيقافها في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ما صدر بحقها بلاغ بحث وتحري أصدره المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، وقيل إنه جيجي متهمة بالإسهام في استدراج الأطفال إلى حفلات يعني جرى خلالها التحرش فيهم واغتصابهم، وبتعمل في محلات ميتريكس في برج حمود لصاحبها أبو المتورط كذلك كمان في هذا الملف. كثير من الناس حاولت توصل لحساباتها على مواقع التواصل ولكنها ما عادت موجودة، لكن هذا الفيديو هو أكثر فيديو متداول لها. طيب، وأكيد من بعد كل هذه الأشياء اللي جالسة بتصير سمعنا مطالبات كثيرة بحظر تيك توك في لبنان على أساس أنه هو يعني أساس المشكلة، والناس طبعا انقسمت مؤيد ومعارض. لكن أول رد فعل رسمي جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، وفي بيان وضح 3 نقاط بتخص موضوع حظر تيك توك. أول شيء أنه حظر تطبيق تيك توك يحتاج إلى قرار قضائي، والحظر لا يحجب الاستعمال، لأنه طبعا في طرق أخرى لاستعمال التطبيق مثل استخدام VPN. وقال كمان أنه حظر تيك توك رح يخلي هذه العصابات تروح تستخدم منصات ثانية، والأهم هو مراقبة المحتوى والتبليغ عنه بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة أو بيحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية. البيان كمان تضمن أنه وزارة الإعلام حتتعاون مع مكتب تيك توك في الشرق الأوسط وتركيا بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات لمراقبة محتوى التطبيق، وأنه رح يتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة. وفي الآخر كمان وزارة الإعلام توجهت للناس أنه بالتحقق من المعلومات قبل نشرها واستقائها من القضاء حصراً. أهلا من جديد. تصوير جنازات الفنانين والمشاهير في مصر عنوان ما هو جديد، والجدل اللي عامله هذا العنوان لازال مستمر ما بين اللي بيشوف فيه انتهاك لحرمة الميت وعائلته وما بين اللي شايف فيه توثيق للحظات مهمة. وكثير شفنا في جنازات المشاهير تكدس الصحفيين وغير الصحفيين عشان يصوروا الجنازة ويحصلوا على لحظات معينة يتصدروا فيها الأخبار، وشفنا مؤخرا عدد من عائلات المشاهير اللي بتستعين بشركات حراسة بتمنع الصحفيين من الدخول، ومنها اللي بتعلن عن رفض التصوير قبل الجنازة، مثل بيان من الفنان كريم عبد العزيز اللي طلب من الصحفيين في بيان رسمي عدم التصوير حفاظا على حرمة الميت في عزاء والدته من أيام. وحتى في عزاء الفنان صلاح السعدني نشرت نقابة المهن التمثيلية بيان اعتذرت فيه من الصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية، وقالت إنه أسرة الراحل ما يبغوا صحفيين يصوروا العزاء. وهذه البيانات ترى عملت خلاف بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين اللي اتفقوا على اجتماع بينهم لتوضيح نقاط بتتعلق بالموضوع، واليوم دخلت في الخلاف كمان وزارة الأوقاف من بعد ما طلعت بيان عنوانته بأنه بيان مهم جدا منعت من خلالها منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها في المساجد، والسبب التجاوزات اللي لوحظت مؤخرا. وأكدت الوزارة إنه هذا القرار مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله. التعميم هذا ما عجب نقابة الصحفيين اللي اعترضت عليه وقالت انها بترفض هذا القرار وانه هذا الشيء مخالف للدستور والقانون واعتداء صريح على حق الصحفيين في اداء واجبهم.
وقالت إنه النقابة أصلاً حطت ضوابط تنظيمية لتصوير الجنائز والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعب المصورين، وإنها عملت عدد من جلسات الاستماع مع نقابة المهن التمثيلية عشان يحطوا ضوابط تنظيمية لتغطية الجنازات. طيب الآن وزارة الأوقاف منعت الصحفيين من التصوير، ونقابة الصحفيين رفضت القرار، وعموما أصلا موضوع تصوير الجنازات واللي بيصير فيه من سنوات عامل أزمة، خاصة وأنه مشهد العشرات واقفين مسكين تليفونات وبيصوروا أو بيعملوا مقابلات في العزاء أو بيصوروا عائلة الميت بتبكي، يعني صارت مشاهد معتادة. ونقابة المهن التمثيلية أعلنت من قبل عن ضوابط لتنظيم الموضوع من بعد شكاوى كثيرة، لكن اليوم الصراحة هذا منعطف جديد من الأزمة بدخول نقابة الصحفيين ووزارة الأوقاف طرفين جدد في الموضوع. لكن قبل ما ننتقل لضيفنا ونتكلم عن الموضوع، خلينا نعرض لكم بعض من المشاهد اللي شفناها الفترة الماضية في جنازات وعملت أزمة. وينضم إلينا من القاهرة محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين. أهلا فيك معنا أستاذ محمود. يعني حضرتكم بتعترضوا لأنه يعني من حق الصحفيين أنهم يغطوا دستوريا وما إلى ذلك، بس كمان في نفس الوقت أكيد أنت بتشوف المشاهد اللي بتحصل وبتشوف أنه كمان فيها تجاوزات كثير. يعني مساء الخير، خليني في الأول أنا يعني حابب أحط يعني نضع بعض النقاط على الحروف. أنا لم أرى المشاهد اللي تم عرضها الآن، لكن استمعت البعض ما جاء فيها، لكن متوقع إيه اللي حصل فيها. نحن لا نعترض لمجرد الاعتراض. ما نراه في الجنائز وفي العزاءات من تجاوزات لا يمت بأي صلة للصحافة، ومن يقوم أو من يقوم بهذه التجاوزات ليسوا صحفيين. الأمر كان واضح حتى في مناقشتنا مع في اجتماع المشترك اللي كان مع منذ عدة أيام مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي. كان الأمر واضح وبشهادة نقابة المهن التمثيلية بأن من يقوم بهذه الأفعال ليسوا صحفيين، وأن بعض أصحاب الصفحات الخاصة على المواقع التواصل الاجتماعي يعني يرسلون ببعض الشباب للبحث عن ترند والبحث عن مشاهد ومقاطع فيديو تجلب ربح لهذه الصفحات. فيما يتعلق ده فيما يتعلق بالمشاهد اللي بنشوفها والتجاوزات. وحتى أكون أمين، من الوارد أن يصدر تجاوز من صحفي أو من مصور، وفي هذا الشأن لم تقصر نقابة الصحفيين في أي وقت في التعامل مع أي شكوى ترد إليها من أي متضرر من انتهاك حرمة الحياة الشخصية. وأنا لا أتكلم عن التصوير فقط، أتكلم حتى عن النشر. بس أنا بس يعني أستاذ محمود، لما أنت بتقول هذا الكلام أنه كثير من المواقع مواقع مشهورة جدا، ما هي مواقع يعني مثلا لشخص أو هذا، لا، في مواقع بتحمل أسماء يعني وبتعتبر كأنها مؤسسات إعلامية، فاللي بيشتغلوا فيها المفروض صحفيين، هذا أولا. ثانيا في شيء ثاني كثير منتشر كمان أنه بيتم إرسال العديد من خلينا نقول تبى تسميهم صحفيين إيش تبى تسميهم، وهذول بعدين بعد ما بيجيبوا المادة بيروحوا عند الصحف والمواقع الشهيرة ووسائل الإعلام الشهيرة وبيبيعوا لهم. هي لا، الأمر ده ما بيحصلش في مصر، لأنه أنا أفهم أنك تتكلمي عن الفريلانس، ده مش بيحصل بشكل كبير في مصر. المشاهد اللي بتتكلمي عنها أنا ما شفتهاش، وبالتالي أنا ما أقدرش أحكم عليها. ولكن زيادة على اللي بتقوليه، أنا بقولك لم تصل شكوى إلى نقابة الصحفيين ولم تحقق فيها ولم تعاقب من ارتكب هذه الجرم. أوكي. أو هذا الجرم. أوكي. ولكن لازم كمان نفرق أنه أنا كنقابة صحفيين، أنا وضعت النقابة وضعت من خلال شعبة المصورين، المصورين أنفسهم هم من وضعوا هذه الضوابط، ضوابط صارمة وتم الإعلان عنها بالأمس وتم إرسالها إلى كل الزملاء المصورين، ضوابط صارمة تصل إلى حد
يعني تكلفهم بعدم يعني بالإقلال من صوت الكاميرا والموبايل أثناء التصوير، ضوابط تتعلق بالمظهر، ضوابط تتعلق بأماكن وقوفهم خلال تصوير الجنازات. أوكي. لكن كمان لازم المواطن اللي أو المشاهد اللي بيتفرج علينا يكون فاهم أنه إحنا بنفرق ما بين تصوير الجنائز وبين تصوير العزاءات. العزاءات مكان خاص وليس من حق أي صحفي أو مصور التصوير أو تصوير العزاء إلا بموافقة مسبقة من أصحاب الفقيد أو أصحاب أسرة العزاء، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع في الجلسات الاستماع التي يعني حضرتها نقابة الصحفيين وفي الضوابط المعلنة. لكن بالعودة إلى الجنائز، الجنائز وفقا لنصوص القانون وفقا لنصوص الدستور، وهي حق أصيل وعمل صحفي أصيل للصحفي، هي حق أصيل للجمهور وللمواطن الذي يعني يشاهد ما وثقته الصحافة لشخصيات عامة وشخصيات تمثل القوى الناعمة لمصر. في بداية حديث حضرتك تحدثتي عن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز الذي منع أو يعني طلبوا عدم تصوير جنازة والدة الفقيدة والدة كريم عبد العزيز. وهنا يجب أن نتوقف، لأن هناك فارق كبير بين تصوير جنائز أو جنازة شخص شهير وهو من صميم العمل الصحفي، يعني تصوير جنازة فنان هذا عمل صحفي أصيل لا يمكن ولا جدال فيه، ولكن والدة كريم عبد العزيز هي ليست شخصية عامة، وبالتالي كان من حق أسرتها أنها تمنع تصوير الجنازة. وهنا أعود إلى القرار الصادر عن وزارة الأوقاف. بس لأنه نحن بنشوف يعني برضو أنه مثلا حتى يعني أحيانا والد فنان أو والدة فنانة أو ما إلى ذلك، أنه شاهد انهيار الفنانة في الجنازة، شاهد يعني بتصير هذه الأشياء برضو يعني. هذا تجاوز لا نقبله، ولكن نحن وضعنا الضوابط والمعايير المعلنة أو تم الإعلان عنها منذ يعني عدة أيام. جميل أنكم حطيتوا هذه الضوابط. الآن وزارة يعني الأوقاف هي بتقول أنها ضد تماما، أنتوا حطيتوا هذه الضوابط، نقابة الفنانين إيش موقفهم؟ نقابة المهن التمثيلية نحن على توافق تام منذ آخر جلسة. أوكي. وعلى منذ انتهاء آخر جلسة مع نقابة المهن التمثيلية حصل أن يعني أكثر من جنازة وأكثر من عزاء، وتم التنسيق ما بيننا وبين ما بين نقابة الصحفيين. أنا بشكل شخصي كنت بتواصل مع الدكتور أشرف زكي، ويعني بيتم الاتفاق قبل الجنازة وقبل العزاء على ما اتفقنا عليه. ولكن فيما يتعلق بوزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف ليس لها أي دخل وليس من حقها وفقا للدستور ووفقا لنصوص الدستور ونصوص القوانين المنظمة للصحافة والإعلام في مصر، ليس لها أي حق في وضع أي ضوابط تتعلق بالتصوير. هذا حق أصيل لنقابة الصحفيين المصريين وفقا للقانون ووفقا للدستور. ويعني أنا عندي سؤال لوزارة الأوقاف، ماذا يعني كيف ستتعامل الوزارة مع جنازات كبار المسؤولين التي يتم نقلها عبر بث حي في القنوات التلفزيونية؟ هل سيقوم بمنع كبار المسؤولين من الحضور وسيقوم بمنع التصوير؟ لا يملك ذلك ولن يستطيع، كما أنه لا يملك ذلك على أرض الواقع فيما يتعلق بأي جنازة تتم، أو لا يملك منع ولا يستطيع منع أي صحفي ومصور من تصوير الجنازات في الأماكن العامة الخاصة بالشخصيات العامة. وصلت فكرتك. الأهم من ده أنه لا يمكن، آسف أقطع كلامك، لا يمكن بحال من الأحوال أن نضع وجود أو أن نضع ذريعة لوجود وتكئة لوجود بعض الانتهاكات للتضييق على الصحافة والتضييق على حرية الإعلام. نعم وصلت فكرتك. وطبعا وزارة الأوقاف إذا حابة ترد على الأسئلة اللي حضرتك طرحتها عليهم أو يوضح موقفهم أكيد مرحب بهم في البرنامج. كان معنا من القاهرة محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، شكرا لك. تطورات نقدر نقول انها رح تقلب الموازين في قضية مطرب المهرجانات عصام صاصة اللي ما غاب اسمه عن الاخبار من يوم 6 مايو بسبب اتهامه بالقتل الخطأ من بعد دهسه لرجل 40 على الطريق الدائري وهو راجع من احدى حفلاته والرجل توفي فورا، وتم القبض على عصام صاصة والتحقيق معه وتم احالته للطب الشرعي عشان يعمل تحليل مخدرات، ومن بعدها تم الافراج عنه بكفالة مالية قدرها 30,000 جنيه يوم
7 مايو. وإحنا تناولنا القضية من بدايتها وأخذنا ردود الأفعال من الطرفين. فعائلة الضحية لليوم جالسين بيطالبوا بمحاسبة عصام صاصة وبيقولوا إنه هم ما هم متنازلين عن حق ابنهم. وأما ردة فعل عصام فكانت من بعد الإفراج عنه وقتها نشر بوست وقال إنه متأثر كثير وحالته النفسية سيئة وقال إنه هو حيبقى شايل ذنب الرجل اللي دهسه طول الحياة. وهذا الكلام نفسه كانت طلعت محامية عصام وقالت إنه هو بحالة نفسية سيئة وبررت الحادث بقولها إنه الطريق مظلم وإنه الضحية كان بيمشي في مكان مو مخصص للمشاة وأنه عصام تفاجأ في أمام سيارته وكان ماشي بسرعة 70 أو 80 بس ما قدر يتدارك الموضوع. كل هذا الكلام كان قبل ما يكشف تقرير الطب الشرعي أمس عن ثبوت تعاطي عصام صاصة للمخدرات فتبين أنه هو متعاطي وتم تداول معلومات أن التقرير الطبي أثبت تعاطي للحشيش والترامادول ومشتقات المث والبعض متداول كمان أنه كان شارب كحول وقت الحادث. وكانت أمرت النيابة العامة فورا من بعد نتائج التحليل بالقبض على عصام الصاصة وإحضاره لكن للآن ما تم القبض عليه وفي معلومات بتقول أنه هو متواجد في الإمارات لإحياء عدة حفلات ممكن تستمر لشهر وقيل أن السلطات بتنتظر عودته ورح يقبضوا عليه في مطار القاهرة فور عودته. وعلى فكرة قصة سفره هذه عاملة ضجة وانتقادات وكلام كثير جدا كمان وخاصة أنه هو ومحاميته تحدثوا عن وضعه النفسي السيء فكيف مسافر جالس بيحيي حفلات وأصلا لو طلع بكفالة فكيف سافر أصلا يعني. طبعا الضجة الثانية عملتها نتائج التحليل وخاصة عند عائلة الضحية اللي بيطالبوا بحق ابنهم ويبدو أنه نتائج التحليل زادت من حدة مطالباتهم بمحاسبته وكشفوا عن تواصل أسرة عصام معهم وعرض مبالغ مالية كتعويض عن اللي صار في ابنهم وكنوع من الصلح بينهم يعني. لكن أسرة الضحية رفضوا وأكدوا أنه كل فلوس الدنيا ما رح تعوضهم عن ابنهم. والله احنا صورنا القضية بس للأسف نزلنا قبل ما يطبعوا لأن كنا مستعجلين جدا. فكان في حشيش وفي ترامادول وفي مادة ثالثة كده هي مشتقة من مادة تانية يعني بتؤدي للمرض يعني. احنا نتقدم الصبح إن شاء الله بطلب تعويض مدني 5 مليون على سبيل التعويض المدني المؤقت الدعاء المدني. والله هو أصلا اتحط على قوائم الترقب بحيث إن هو أول ما يرجع المطار هيتقبض عليه على طول يعني. الدولة نفسها مشكورة والنيابة أمرت بده. بس هو عايز يرجع لأنه هو بيحاول يتواصل مع أهل المجني عليه تقريبا يومين 5-6 مرات أهله وأخواته والناس اللي تبعه بيتواصلوا مع أهل المجني عليه. فمعنى ذلك أنه عايز يحل وعايز يرجع يعني. أهلا من جديد. على مر السنوات اللي فاتت شفنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو بيتكلم كثير عن نجم كرة القدم كيليان مبابي وأمس كانت آخر هذه المرات. فعلى إكس عمل كده سؤال وجواب مع المتابعين ونسأل عنه وكده قال: Que pensez-vous du départ de Mbappé au Real Madrid? J'ai pas de commentaire particulier si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France quelques semaines après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le PSG et l'Euro de foot avec l'équipe de France. مثل ما سمعتوا ماكرون عبر عن أمله أنه يشارك مبابي في أولمبياد باريس الصيفي اللي جاي في حال سمحت ريال مدريد بهذا الشيء لأنه طبعا في حالة الأولمبياد من حق الفريق منع اللاعب من الالتحاق بمنتخب بلاده. هذا التصريح جاء بعد ما أكد يعني مبابي أنه رح يغادر نادي الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم من دون ما يأكد ذهابه لنادي ريال مدريد. لكن ماكرون يعني قام بالواجب خلاص وأكد وجهة مبابي. عموما خلوني أقول لكم شيء مهم. ماكرون مو أول مرة يتكلم عن أشياء تخص مبابي وقراراته. فعليا مستقبل مبابي صاير من أبرز اهتمامات ماكرون. يعني في 2021 قال للرئيس الفرنسي أنه يفضل بقاء مبابي في صفوف الفريق الباريسي ورجع في 2022 قال ماكرون أنه قدم له المشورة حول مستقبله قبل أن يرفض عرض ضخم من ريال مدريد. وفي 2023 كمان ماكرون للمرة الثالثة قال أنه راح يحاول يضغط ويأثر على مبابي للبقاء مع النادي الفرنسي. ففعليا كل هذه المحاولات مش
بيجي حالها، منجحة الجلس يعني. وفي فبراير 2024 حاول ماكرون يضغط مرة رابعة على امبابي وقال له انه راح يتسبب بمشاكل اذا رحل عن باريس سان جيرمان. موضوع تدخل ماكرون بقرارات امبابي يبدو انه مو عاجب المسؤولين في ريال مدريد اللي قالوا انهم غضبانين من محاولات ضغط ماكرون على امبابي ورغبته بالمشاركه في اولمبياد باريس. وامس قال مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي انه تعليقا على قرار قرب انتقال امبابي انه النادي حاليا بيركز على نهائي الابطال وموضوع انتقال امبابي هو داخل حساباته او مو داخل حساباته الان. وبخصوص طلب ماكرون قال انه ما له حق انه يرد على هذا الموضوع. طيب معنا من باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، اهلا فيك معنا محمد. يعني اول مره صراحه نشوف يعني رئيس دوله يعني قد كده مهتم يعني بمستقبل لاعب يعني وفين يروح وفين يجي يعني. مساء الخير عليك، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدينا الكرام. يعني مش اول مره تحدث زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، مانويل ماكرون بتدخل كثيرا في هذا الأمر، يمكن بسبب شقين. الشق الأول متعلق بكون مبابي هو واجهة فرنسا، واجهة باريس العاصمة الأكبر واحدة من أكبر عواصم أوروبا، يهم وجود اللاعب داخل باريس، يهمه أن الواجهة تفضل موجودة بشكل كبير. الحاجة الثانية علاقته بقطر، علاقته بأمير قطر، علاقته بالاستثمارات القطرية لباريس سان جيرمان، واحد من أكبر هذه الاستثمارات على أرض فرنسا بالكامل، وبالتالي يهمه الحفاظ على معنوياتهم، يهمه أن هو يكون متضامن معهم بعض الشيء. فالأمر له شقين مربوطين ببعض، وبالتالي هو من مصلحة ماكرون أن مبابي يبقى، ولكن مش من مصلحة مبابي تبقى من وجهة نظره أنه يبقى. طيب بس يعني في نفس الوقت الواحد لما حيطالع في ده المشهد يعني حيقول فرنسا برضو يعني خرجت لاعبين يعني مشهورين جدا ومتصدرين المشهد حول العالم، ايش معنى هذا اللي هو قدي كده مركز عليه يعني انه ما في البلد كأنه الا هذا الولد تحديدا يعني. يعني هو فرنسا حاليا هو هي المنتخب الاول في كره القدم في العالم اللي بيصدر مواهب في كل مكان، ونظرنا في اي نادي في العالم حاليا هنلاقي ان فرنسا متصدره المشهد. حتى في كاس العالم الماضي كان النصيب الاكبر من كل المواهب في المنتخبات كلها، سواء في المغرب في تونس في فرنسا او عده منتخبات من المقيمين او المولودين في فرنسا نفسها. فبالتالي طبعا هم عندهم نجوم في كل مكان، ولكن امبابي وضع تاني مختلف. هو في سن صغير فرض نفسه بشكل كبير، عنده كاريزما معينة، عنده أداء كبير، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في سن صغير جدا، لسه ما تمش 25 عام. كل هذه الأمور بترجح كفة اللاعب أنه يبقى واجهة لفرنسا. هو حمل شرط قيادة المنتخب الفرنسي ليه، يعني زي ما بقول كده له طلة مختلفة عن كل اللاعبين الآخرين، وواضح أنه هيكمل على هذا المنوال إذا ما بعد عنه الغرور، وإذا ما بعدت عنه الإصابات، وإذا ركز في كرة القدم بشكل زي ما هو مركز فيها حاليا بشكل أكبر من التركيز على الأموال. وإن كانت الأموال مهمة، ولكن كرة القدم أيضا مهمة لأنها اللي بتجلب الأموال. فبالتالي هو ده السبب الرئيسي للتركيز على مبابي. طيب والآن دحين موضوع الأولمبياد ده، وإذا ما خلوه يشترك هتصير أزمة يعني؟ مستحيل فلورنتينو بيريز يوافق على هذا القرار في حالة توقيعه المحتمل لريال مدريد، لأن ما تنسيش أن احنا عندنا اليورو كمان فترة، كان شهر ولا حاجة، ومستحيل أن لاعب يقدر أنه يلعب اليورو ويقدر يلعب الأولمبياد في وقت صغير جدا، ويترك استعدادات فريقه اللي هو لسه ما راحش له، ولا لسه ما بدأش مع الفريق، ولسه ما بدأش فترة الإعداد، ولسه ما انسجمش مع الأجواء المدريدية واللغة وكل هذه الأشياء الصعبة في بدايات أي لاعب كرة قدم. حتى رونالدو في بداياته مع ريال مدريد في أول 6 أو 7 أشهر ما كانتش أحسن حاجة. فأعتقد أن الموضوع هيكون صعب. موافقة بريز أنا بشوف أن هي 0% موافقة. وإذا كلموا ماكرون بالتليفون بما أنه قد كده مهتم بالموضوع. فلورنتينو بيريز يعادل رؤساء جمهوريات، يمكن أكبر حتى من رؤساء جمهوريات. هو رجل قوي وبيحكم كرة القدم وبيحكم أكبر نادي في العالم. فأعتقد أنه هو رجل ذو حيثية وذو شخصية ويستطيع فرض سيطرته، ولن تستطيع فرنسا عمل أي عقوبات ضده، لأنه في الآخر هو نادي وليس دولة.
ايه طيب، هل نحن يعني محمد، من يعني ذاكرتك او من اطلاعاتك على هذا الموضوع، هل شفنا برضه قبل كده لاعب صار عليه مثلا مثل هذه الامور او اهتمام اللي دخل فيه الاهتمام يعني بالسياسه بالرياضه؟ وحصلت احداث كتيره، ولكن يمكن احنا عايشين في عصر السوشيال ميديا وعايشين عصر التكنولوجيا واحنا مطلعين على كل شيء، فاحنا مركزين. كمان شهره امبابي وشهره رجل بحجم مانويل ماكرون بيحكم من واحده من اكبر دول العالم، فعشان كده التركيز واضح. انما اكيد حصلت في اكتر من مكان، في اكتر من زمان، اخرها في لعيبه بترفض الانضمام للانديه الا لما تلعب الاول الاولمبياد. ميسي عملها قبل كده في فتره من الفترات. حتى في لاعب ممكن يكون مغمور بعض الشيء، هو يعني لاعب من غينيا اليوم لعب مع فريق وقادهم للأولمبياد في مريبة، اللاعب الغيني، ورفض الانضمام لفريق ختافي اللي هو المعار إليه من نادي لايبزيغ. فلو نظرنا في أمور مختلفة، في لعيبة بترفض الانضمام لأنديتها لحرصها على التواجد مع منتخباتها في الأولمبياد، أعتقد أنه ممكن أيضا تصير أزمة بعض الشيء مع اللاعب المصري محمد صلاح، لأن محمد صلاح مرشح للانضمام للمنتخب المصري في الأولمبياد في باريس. وأعتقد أن في وجود محمد صلاح في ليفربول العام القادم مع مدير فني جديد بعد رحيل يورجن كلوب، فأعتقد أيضا نحتاج يحدث رفض. يلا الأزمات قادمة على الأبواب. أوكي طيب، إحنا بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من باريس الصحفي الرياضي محمد مندور. شكرا لك يا محمد. في الساعات الماضية انتشرت صور مذهلة للسماء تحت عنوان الشفق القطبي، وهذه الصور أظهرت السماء بلون وردي، وللحظات تعتقد أنها مو حقيقية أو متلاعب فيها يعني الصور. خلينا نشوفها ونحكي قصة الصور. صور السماء اللي شفتوها هي نتيجة عاصفة شمسية أو جيومغناطيسية ضربت الأرض للمرة الأولى من 2003، وهي أقوى عاصفة بتضربها، وظهرت في عدد من الدول حول العالم واللي تلونت سماءها بالأخضر والبنفسجي والوردي. وفي عالمنا العربي وصلت تبعات هذه الظاهرة لسماء الجزائر وتحديداً ولاية بجاية شمال البلاد، واللي تلونت باللون الوردي. من الأسبوع الماضي اسم فنان العرب محمد عبده متصدر الترند بعد ما كان خصنا في رسالة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وقال وقتها أنه هو أيضا بيتعالج. مرض أبو نورة عمل ضجة مو طبيعية طبعا، وخلاه يطلع عبر تسجيل صوتي نشرته حسابات مجموعة روتانا، طمن من خلاله محبينه وجمهوره، وقال أنه في مرحلة يعني تلقي العلاج والتعافي من سرطان البروستات. عموما أمس انتشرت صور لأبو نورة خلال استضافته قنصل عام فرنسا في جدة محمد مهاض، وحضر هذا اللقاء كمان أبناء فنان العرب وأصدقائه. وبعد انتهاء اللقاء نشر القنصل على حسابه على إكس بوست تكلم فيه إنه عن لقائه بالفنان ووصفه بكنز الموسيقى العالمية. ومن 3 أيام كمان كان حفل زفاف نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، طبعا ابنه فواز، ألف مبروك. وبهذه المناسبة طل فنان العرب للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان، وجه تهنئة خاصة بالمناسبة. زفافك بالعز الأصيل أصيل،
وسعدك بالفرح الجميل جميل، وحفلك قد ضم الأفاضل نخبة لهم باع صدق في الكرام طويل. أتتك نجوم أنت يا فواز بدرها، ونورك فيها مشرق ودليل. مبروك يا آل الهندي كلكم، مبروك أعمام وخوال، مبروك يا أبو فواز يا حبيبي. عذرني والله لو أقدر أركب صوت الريح وجهك. ويا معريس عين الله تراك، القمر والشمس تمشي معاك. انه فنان يعمل حفله وتكون سولد اوت عادي بتصير يعني، لكن يعمل ثلاثه ليالي متتاليه والثلاثه سولد اوت هذه يعني ما تصير كثير الصراحه. بس لما نعرف انه النجم هو عبد المجيد عبد الله تتضح الصوره. الجمهور الكويتي كان على موعد مع ثلاثه ليالي استثنائيه 9 و10 و11 الشهر، وهذه اول مره تصير مع فنان انه ثلاثه ليالي متتاليه وكلها سولد اوت. ومن قبل وخلال وبعد الحفل اسم عبد المجيد طبعا كان متصدر الهاشتاج، والصور والمقاطع كانت ترند. ومن أبرز المقاطع اللي متداولينها عشاق مجيد لحظات من الحفل رقص فيها مع الجمهور، خاصة لما رقص الخطوة الجنوبية. ما في أجمل من أغاني مجيد ننهي حلقتنا فيها. أترككم مع أجمل مقاطع من حفلاته في الكويت، وأعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.
خالد عين.